السلام عليكم، مرحبا بكم معي في الفيديو اللي غنشوفوا فيه الطريقة ديال فلاش ميزاجو ديال التابلت هواوي موديل T1-A21L. هي هادي اللي كتبان قدامكم. وحاجة باش غادي نديرو لميزاجور، غادي نحتاجو كارت ميموار باش غادي نديرو فيها الفلاش. غادي دابا هنا غادي نبرونشيو كارت ميموار مع لورديناتور، هي هادي درت كارت ميموار. وغادي نحتاجو لهاد الفلاش، غادي دابا نخليكم اليمين تيليشارجيوه. غادي نديرو له اكستراكت هير، الى ما خدمش معكم وينرار استعملوا زيب سات زيب. بعد ما درنا لو اكستراكس نحلو الدوسي، نهزو هاد الدوسي هذا كيما هو، ندير له كوبي ونديرو في كارت ميموار. اذا دابا من بعد ما سالا كوباج غادي نزولو كارت ميموار ونبرونشيوها في الطابليت. هي هادي كارت ميموار اللي درنا فيها الدوسي ديال الفلاش. من بعد غادي نجيو غادي نبقاو باركين على توش بلس و باور. نبقاو باركين على لا توش بلس، منزولوش يدينا منها. ها هو دا الفلاش داز نيشان. هذا كيدوز 3%، وهاد السلطة هادي غادي تدوز تتكمل.